أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. يعني دائما النادي الأهلي إن شاء الله هيكون في المقدمة من خلال طبعا المباراة القادمة أمام النجم الساحلي، ومباراة صعبة وليست بسهلة. لازم نتأكد إن إحنا في كل مباراة المباراة بتزداد صعوبة، لأنك أنت دائما الفرق اللي قدامك بتبقى عارفة قيمتك، عارفة قد إيه أنت فريق قوي، فريق لا يستهان بك. لما تكون أنت بتتعادل هنا في القاهرة 2-2 مع فريق زي الترجي وقوته الكبيرة في تونس وفي القارة الأفريقية، وبتروح تكسبه على أرضه، فبالتالي لا، فريق لا يستهان به. عشان كده فريق النجم الساحلي بشكل كبير كان مستعد ليك في المباراة الأولى، وأكيد مستعد ليك في المباراة الثانية بشكل كبير. عشان كده مدربه أو المدير الفني هيبار فيلود بيتكلم عن المباراة القادمة مع لعيبته، وبيتكلم إن هو بيطالبهم بنسيان المباراة الأولى ونتيجتها. بيلعبوا من أكنها مفيش مباراة وإن هم عايزين يكسبوا. إحنا أيضا كفريق للنادي الأهلي وتيم كبير، تيم موجود في قارة أفريقيا، هو الأجهز هو الأحسن، عنده مجموعة من اللاعبين بغض النظر عن الإصابات الموجودة، ولكن اللي موجود كله 30 لعيب على أعلى مستوى في القارة الأفريقية والدوري المصري والوطن العربي على أعلى مستوى. فبالتالي أيضا إحنا مطالبين، وأعتقد كابتن حسام البدري هو بيتكلم مع اللاعبين إن هم ينسوا نتيجة المباراة الأولى. التعامل مع المباراة القادمة هي مباراة للفوز فقط لا غير، مفيش انك تقبل انك تتعامل معها غير كده. انت نازل عشان تكسب، تحرز هدف، تحرز تاني عشان تطمن اكتر. الامور لازم تبقى هي كده عند اللاعبين، واعتقد الخبرات اللي موجوده زائد خبرات الجهاز الفني في هذه البطوله، كابتن حسام بدري واخد هذه البطوله قبل كده مع فريق النادي الاهلي، ايضا كابتن سعد حفيظ كلاعب وايضا كمدير للكره، فبالتالي الخبرات اللي موجوده عند الجهاز الفني واللاعبين بتقول ان احنا في هذه المباراه نازلين على المكسب وليس شيء اخر غير المكسب. فبالتالي انك تحرز هدف في البدايه او تعززه بهدف تاني عشان تطمن جمهورك اللي هيكون ان شاء الله بشكل كبير موجود في الاستاد بيآزر فريقه، 50,000 متفرج ان شاء الله هيكونوا موجودين، ودي حاجه مميزه جدا. طبعا بنشكر كل الجهات الامنيه ان وافقوا انه يوصل لل 50,000، لان فعلا جمهور الاهلي بقاعدته الكبيره والشعبيه الكبيره اللي موجوده للفريق الاهلي وجماهير الكبيره العريضه اللي موجوده سواء بقى في كل حته في مصر او في الوطن العربي او محتاجه انها تبقى موجوده في اليوم ده عشان تآزر فريقها بالشكل اللي احنا شايفينه. والعدد اللي انا بشوفه الى حد ما زال برضه قليل على جمهور النادي الاهلي، لكن طبعا 50,000 متفرج احنا يعني بنعدي مرحله كويسه في حته الجمهور. طبعا بشكر اداره النادي الاهلي وكل المسؤول عن موضوع فتح بيع التذاكر على الانترنت. ما نتكلم السهوله في انك تخش على الموقع وتبتدي تحجز تذكرتك، دي حاجة مميزة جدا. في ظرف ساعتين كان 28,000 متفرج حجزوا تذاكرهم من على الانترنت. اتمنى بقى الفترة الجاية دي تعمل عملية اللي هي الابديت دايما باستمرار، وحتة ان انت بتطور الجزئية دي انك تبقى بالارقام، يبقى زي ما بيحصل في اوروبا، انا رقمي او رقم الكرسي بتاعي انا بختار المقعد بتاعي. وده اعتقد النادي الاهلي برضه هو عشان هو اللي ابتدى الحته دي، هتبتدي الموضوع تيجي من عنده برضه، او البدايه تبقى من عنده. الرقم بتاعي رقم الكرسي مثلا 4 أو 5 في الاستاد، وانا اخترت هذا الرقم اخش زي السينما كده، اخش اقعد انبسط باليوم، انبسط بالمباراه، فريق كسبان خسران يعني راح انبسط بهذه المباراه. فاتمنى ان شاء الله يبقى الوضع كده، لكن طبعا حاجه جميله النادي الاهلي بيعملها، اول الانديه المصريه اشتغل على الجزئيه دي، واعتقد بيريح جمهوره وبيريح كل محبيه اللي بيحبوا يكونوا موجودين في الاستاد خلف فريقهم. ده اللي احنا دايما منتظرينه دايما من النادي الاهلي ومجلس ادارته دايما باستمرار، ان هو دايما هو اللي بيبقى سابق بخطوات عن الانديه الاخرى، نتيجه طبعا فكره الحديث الجزء الاحترافي بشكل كبير موجود عندنا. بنحاول طبعا نوفر الوقت، لان طبعا حاجه زي كده بتوفر وقت ومجهود على الجماهير اللي بتبقى عايزه تحضر، لما بدل ما تروح وتقف طوابير عشان تاخد تذاكر، لا انت الانترنت موجود عند كميه الشباب اللي موجوده واللي بتحضر هذه المباراه، تقدر من خلاله دخولها على الانترنت تقدر تحجز تذاكرها بمنتهى السهوله ومنتهى السلاسه. وايضا الدفع طبعا بيبقى عمليه سهله وسلسه ان شاء الله. المراحل اللي جايه تبقى في تطور في هذه الجزئيه، ودايما التفكير في المستقبل هو ده الاهم بالنسبه لفريقنا ولجمهورنا بشكل كبير. لكن زي ما احنا شايفين استعدادات النادي الاهلي
اللاعبين، يعني طبعا كلنا في حاله سعاده بعوده مثلا عبد الله السعيد، ان احنا عندنا مطمنين مثلا ان وليد سليمان ان شاء الله موجود. طبعا احمد فتحي خساره كبيره في هذه المباراه، ولكن طبعا هو ده القدر ان احمد فتحي يغيب عن هذه المباراه. محمد هاني موجود ان شاء الله بنفس القوه وبنفس التركيز وبنفس الحماسه، هيبقى موجود محمد هاني. كل اللاعبين مستعدين لهذه المباراه، لانها مباراه تعتبر مباراه بطوله. وصولك للمباراه النهائيه، دايما النادي الاهلي لما بيوصل للمباراه النهائيه التركيز بيبقى عالي جدا، والتفريط في البطوله في المباراه النهائيه بيبقى صعب جدا جدا. عدد المرات مثلا اللي وصل فيها النادي الاهلي لهذه للنهائيات وخسرها عدد قليل، لما نتكلم في 3 ولا 2 في مثلا 10 مرات ولا 11 مره وصل فيها للنادي الاهلي هذه النهائيات، بتبقى طبعا بتاكد ليك ان النادي الاهلي دائما لما بيوصل للنهائيات ما بيقدرش يفرط ابدا في البطولات او البطوله الافريقيه. فبالتالي ان شاء الله خطوه من القادمه هي زي ما بنقول عنق زجاجه، تقدر تطلع منها هذه المباراه مباراه النجم. والامور مش عايز اقول لكم هي سهله، لا هي مباراه صعبه. مباراه اعتقد كابتن حسام البدري من بعد مباراه الرجاء وهو بيفكر فيها، او من اثناء مباراه الرجاء وهو بيفكر فيها. طبعا خساره حسام عاشور حاجة طبعا كانت بعيد عن العقل شوية، ان حسام بعد عودته من الإصابة وينزل و30 دقيقة بيلعبهم مع الفريق ان يتصاب بنفس الإصابة دي، كانت حاجة محزنة لينا وحاجة اكيد كابتن حسام البدري طبعا حزين ليها، وكان باين على وشه هو كابتن حفيظ وحتى من تصريحاتهم بعد المباراة ان لا، حسام عاشور اكيد لعيب مؤثر ولعيب اكيد بيبني عليه تاكتيك كابتن حسام البدري بشكل كبير، سواء بقى في الجزء الدفاعي او في الجزء الهجومي. اكيد كابتن حسام بيفكر بقى، هل موجود هشام محمد؟ هل هو قادر ان هو يلعب بعد الاصابه ايضا اللي كانت عنده واشتراكه في التدريبات الجماعيه، ولا ممكن يرمي رامي ربيعه في وسط الملعب اللي هو كان واحد من الناس اللي بيلعبوا في هذه الجزئيه ايضا، ويلعب محمد نجيب في خط الظهر، يبقى رامي ربيعه موجود في الجزء اللي بيقوم بيه دور حسام عاشور في هذه الجزئيه. اكيد كابتن حسام بدري بيفكر كتير في جزئيه نص الملعب، بيفكر كتير في جميع المراكز. طبعا الباك يمين حسم اكيد بشكل كبير لمحمد هاني، علي معلول بيرجع ناحيه الشمال نص ملعب بعد اصابه حسام عاشور، بيفكر كابتن حسام هشام محمد لو في حالته هيكون موجود، رامي ربيعه ممكن يبقى بيقوم بالدور ده في حاله ان هشام محمد لسه مش جاهز بشكل كبير، ووجود محمد نجيب مكان رامي ربيعه، حاجات كتير بتدور في عقل كابتن حسام البدري. طبعا الجزء الامامي عبد الله السعيد وليد سليمان ان شاء الله يكون متعافي بشكل كبير. عندنا طبعا الخط ده حدث ولا حرج من حيث اللاعبين المكتملين شفائهم او المكتملين لياقتهم، سواء بقى حمودي سواء احمد الشيخ سواء عبد الله السعيد ان شاء الله اللي هيكون متواجد برضو ايضا، مجموعه من اللعيبه المميزه في الامام اجاي طبعا، امام طبعا في جزئيه وليد ازارو والكلام عن الفتره اللي فاتت، ان شاء الله اللعيب ده وقت ما هيبتدي يحرز اهداف هتشوفوه شكل تاني، لان فعلا تحركاته تحركات مميزه ووصوله للمرمى وصول سهل، بس هي حته انها تفتح معاه دي موجوده. واعتقد ان احنا كلنا كراسات حربه او واحد، انا واحد من الناس لما كانت بتقفل شويه وبتبتدي توصل وتحرز هدف واحد بس، اعتقد الامور بتوصل ليك لانها تتفتح حته الاهداف بشكل كبير. ولكن كل التوفيق ليه، يبقى في هذه المباراه نجم من نجوم النادي الاهلي. هروح سريعا لزميلنا امير هشام من النادي الاهلي الجزيره، كلام كتير عن استعدادات الفريق وشكل الفريق، وطبعا المعسكر كان مفروض بكره، ما اعرفش هل هيتغير ولا لا. امير هشام زميلنا في ملعب او استاد التيتش طبعا هيكلمنا عن هذه المعلومات. اتفضل يا امير. تحياتي ليك يا كابتن فاروق، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده كان احد التدريبات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار الاستعداد للمباراه الهامه جدا امام فريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، واللي هي اكيد مباراه مصيريه بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي ككل، واللي ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويقدر يتخطى هذه العقبه. لكن بالتحديد خلينا نتكلم على التمرين في البدايه يا كابتن فاروق. النهارده يمكن التمرين ابتدى بالتحديد تمام الساعه 5، لكن قبل التمرين كان في محاضره من كابتن حسام البدري، المحاضره يمكن كانت فيها لقطات فيديو بالنسبه للمباراه الاخيره ما بين النادي الاهلي والنجم الساحلي في مباراه الذهاب واللي كانت في الملعب الاولمبي بسوسه في تونس، واللي كان يعني يمكن انتهت بفوز فريق النجم الساحلي بنتيجه 2-1. بالتالي كابتن حسام البدري كان ليه بعض اكيد الملحوظات على الاخطاء اللي ممكن يكون وقع فيها لاعب النادي الاهلي خلال هذه المباراه، ايضا ركز على السلبيات الموجوده عند فريق النجم الساحلي
واللي كانت موجوده ايضا في مباراه الذهاب، عشان يقدر ان شاء الله النادي الاهلي يتدارك هذه الامور ويتعامل معاها ان شاء الله في مباراه العوده يوم الاحد القادم في استاد الجيش في برج العرب. لكن بشكل عام الامور جيده بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه للاعبين. النهارده التمرين كان النهارده تدريب بدني شويه، كان في برضو بعض جوانب تدريب الكره خفيفه، لكن مع نهايه المران وده الاهم كان في تقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا، واضح جاهزيتهم لهذه المباراه. لكن خليني في البدايه اكلمك عن الغيابات بالنسبه للنادي الاهلي عن مران. يا ريت امين. بالبدايه طبعا مران النهارده بالتحديد احمد عادل عبد المنعم بيواصل غيابه لليوم الثاني على التوالي عن المشاركه في التدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا ان هو عنده نزله برد يمكن شديده شويه، فبالتالي احمد عادل برده ما جاش النهارده. لكن بالنسبه بقى للاصابات ومدى جاهزيه بعض اللاعبين ان شاء الله للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، بالتحديد خلينا نبتدي بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، والاهم واللي طمنا كلنا ان هو شارك في التقسيمه بشكل قوي جدا، ده معناه ان وليد سليمان خد خلاص التصريح الطبي للمشاركه. طب الحمد لله جيد جدا ان شاء الله مع توالي التدريبات، وبكره وبعده هيتم ان شاء الله اكثر مدى جاهزيه عبد الله السعيد. لكن النهارده اللي شفته خلال التدريب شيء ايجابي جدا وشيء جيد ويطمن بشكل كبير، هو عوده عبد الله السعيد للنادي الاهلي في هذه المباراه. بالنسبه لوليد سليمان نفس الحال، ايضا شيء مبشر جدا عودته في التدريبات بشكل جماعي. وليد ايضا شارك في تدريبات الامس بشكل جماعي، النهارده كمان شارك في التقسيمه بشكل قوي جدا، واضح ان هو ان شاء الله جاهز برضو للمباراه. ده بجانب شريف اكرامي النهارده اتمرن مع كابتن طارق سليمان وتدريبات الجماعيه بالنسبه لحراس مرمى النادي الاهلي، وادى بشكل ايضا جيد جدا، بالتالي ايضا شريف اكرامي جاهز ان شاء الله ان هو يكون متواجد في مباراه النجم الساحلي. بالنسبه لهشام محمد يا كابتن فاروق، يعني هشام لسه ما فكش الكبيره اللي على ايده، احنا عارفين ان هو عنده كسر في ايده. لكن هو بيشترك في التدريبات الجماعيه عادي ولا ايه يا امير؟ بيشترك في التدريبات الجماعيه عادي بقاله فتره كبيره، منذ يعني بعد اصابته بثلاث اربع ايام شارك في التدريبات الجماعيه عادي، عشان طبعا الجهاز الفني بيحاول يجهزه بدنيا. طبعا في حرص سواء من اللاعبين او من هشام في وقت عدد عدم الاحتكاك مع اللاعبين طبعا عشان الاصابه ما تتجددش تاني، لكن ان شاء الله في محاولات كبيره جدا من الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود من كابتن حاتم البدري ان يتم تجهيز هشام محمد ان يكون متواجد. طب انت ما يعني وانت بتتكلم كده على موضوع الجبيره بتاعت امير بتاعت هشام محمد، هل في وقت معين يشيل هذه الجبيره، ولا يعني هم بيحاولوا يجهزوه بدنيا لغايه مثلا اخر توقيت في المباراه ويشيل الجبيره ويبقى زي ما رباط ضاغط موجود، يعني لان طبعا الجبيره تبقى خطر برضه في اثناء المباراه؟ طبعا دي كلها حسابات يعني تحت يعني كابتن او دكتور خالد محمود هو اللي هيحددها، لكن هو بيشارك عشان يبقى جاهز بدنيا ان شاء الله في محاوله ان هم الكبيره على الاقل ان شاء الله ممكن على يوم المباراه ممكن تتشال، لكن ما فيش ميعاد محدد حدده الجهاز الطبي ليه طبعا ازاله هذه الكبيره. لكن ان شاء الله يعني هو بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا بدون احتكاك، لكن هو الاهم تجهيزه بدنيا عشان في حاله الحاجه لهشام محمد في هذه المباراه يتم اللجوء اليه، وان شاء الله يكون جاهز بشكل كبير جدا. لكن خصوصا كمان يا كابتن فاروق في ظل غياب حسام عاشور، ده يعتقد غياب مؤثر جدا بالنسبه للنادي الاهلي. هو موعود انه ما يلعبش مباراه النجم الساحلي، ده ما لعبهاش في مباراه الذهاب. ايضا غياب احمد فتحي يمكن هو جوكر ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كان ممكن الاستفاده منه في وسط الملعب زي ما شفناه في مباراه الرجاء، وادى بشكل جيد جدا وقدر انه يحرز هدف جميل، لكن ايضا بسبب الايقاف احمد فتحي مش هيكون موجود. فبالتالي كابتن حسام البدري ممكن هشام محمد في حاله جاهزيته 100%. طيب لو هشام مش موجود او يعني مش جاهز 100% امير، هل كان في بعض البوادر كده في التمرينه في لعيب معين يبقى متواجد في الجزئيه دي، ولا ما كانش موجود النهارده؟ لا هو لحد النهارده ما كانش فيه بوادر معينه او ما بانش لسه فكر كابتن حسام البدري في الجزئيه دي بالتحديد هيكون ايه، لكن النادي الاهلي بشكل عام عنده بدائل في هذه المنطقه في نص الملعب بالتحديد، سواء رامي ربيعه واللي قدها في اكثر من مناسبه بشكل جيد جدا في مباريات كتير جدا، وعنده خبره كبيره دلوقتي. رامي ربيعه مش لعيب صغير ويقدر يلعب مدافع ويقدر يلعب في نص الملعب، يمكن لو نفتكر كاس العالم للانديه 2014 كان رامي ربيعه قدم بشكل جيد جدا. خليني اقول لك ايضا ان ممكن الاستفاده بعبد الله السعيد ان شاء الله. عبد الله السعيد شفناه جاهز جدا في التدريبات النهارده سواء النهارده او امبارح، فبالتالي ممكن عبد الله السعيد يجاور عمرو سليه في نص الملعب مع الاستفاده بصالح جمعه في الجزء الهجومي. دي كلها طبعا
حسابات واقتراحات ممكن كابتن حسام البدري هو ليه اكيد وجهه نظر النهائيه والانسب للنادي الاهلي والانسب انه يبتدي بيه في هذه المباراه وسد هذا العجز في نص الملعب. ان شاء الله كابتن حسام البدري هيكون عنده القرار الجيد ان شاء الله في هذه المنطقه وفي هذه الجزئيه بالتحديد. لكن بشكل عام يا كابتن فاروق الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، في جديه واضحه بشكل كبير جدا على وجوه اللاعبين، عايزين ان شاء الله نتاهل للدور النهائي من دوري ابطال افريقيا. بقى لنا كتير ما بنوصلش الدور النهائي، بقى لنا كتير. هو مش هدف طبعا النادي الاهلي ان هو يوصل الدور النهائي بس، لا هو الهدف بالنسبه للفريق ككل مع بدايه هذا الموسم طبعا ان هم يحققوا هذه البطوله عشان يقدر ان شاء الله يجمع معاها زي ما قدر انه ياخد الدوري الكاسي بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. وهي بطوله غاليه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهو مطلب رقم واحد بالنسبه طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. لكن ان شاء الله الامور ماشيه بشكل جيد. طب هسالك امير، لو يعني هل كان في النهارده اي محاضرات فرديه بالنسبه مثلا حتى لوليد ازارو المؤازره بالنسبه له في المباراه القادمه، محتاج طبعا دعم معنوي وثقه اكتر من الجهاز الفني، هل كابتن حسام النهارده كان مثلا وقف معاه ابتدى يتعامل معاه في التدريبات فرديه معينه على المرمى، هل كان في حاجه من بوادر من الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي؟ طيب بالنسبه لوليد ازارو يا كابتن فاروق، عشان الكلام على وليد كتير كتير شويه الفتره اللي فاتت بسبب ان هو مش موفق في بعض الكرات انه يحرز الاهداف، لكن خليني اقول لك ان في اقتناع تام جدا من جميع عناصر الجهاز الفني مش كابتن حسام البدري بس بامكانيات اللاعب وليد ازارو، شايفين ان هو لاعب مفيد جدا، هو بس ناقصه حته ان هو يكون هادي قدام المرمى ويقدر انه يحرز الاهداف بشكل جيد ويستغل الفرص، ده الشيء اللي ناقص وليد ازارو. لكن بشكل عام هو بيقدر يدي مساحات للاعبين اللي بيجوا من تحت طبعا في المباريات بشكل عام، بالتالي في اقتناع تام جدا، في ثقه كبيره جدا من كابتن حسام البدري بالتحديد في وليد ازارو، سواء جلسات او مش جلسات. النهارده ما كانش في جلسه في الملعب، لكن اكيد في جلسات مستمره في الغرف ما بين كابتن حسام البدري ووليد ازارو للدعم معنويا وتجهيزه نفسيا للمباريات المقبله، وبالتحديد اهم مباراه هي مباراه النت الساحلي. فبالتالي لا، خليني اقول لكل جمهور النادي الاهلي ان في ثقه كبيره جدا في وليد ازارو، خصوصا ان هو لعيب امكانياته كبيره، لعيب دولي، لعيب صغير ولعيب دولي في منتخب المغرب اللي هو على خلاص مشارف التاهل ان شاء الله المونديال كاس العالم في روسيا 2018. فبالتالي هو لعيب مش قليل، بس لازم كل جمهور النادي الاهلي اكيد يصبر على وليد شويه، خصوصا ان هو لاعب مبشر جدا والاهداف هتيجي. يعني لو كان قبل كده ايضا كان فلافيو كان واجهه نفس سوء الحظ ده تقريبا واستمر معاه لمده موسم، وبقى فلافيو هو احد اساطير النادي الاهلي. فان شاء الله وليد ازارو هيكون احد نجوم النادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى طبعا التوفيق امير، ويعني اكيد بشكرك وجودك دايما باستمرار يعني في الملعب بالتتش، واكيد كل صغيره وكبيره حضرتك بتبقى موجود معانا فيها امير. بشكرك، شكرا يا امير. يعني هو ده الكلام على كابتن حسام البدري وتفكيره وتركيزه، هيبقى الفتره اللي جايه منصب في اثنين مركزين. طبعا المركز الاولاني حسم بالنسبه لمحمد هاني بشكل كبير، المركز الثاني جزئيه حسام عاشور والبديل بالنسبه لحسام عاشور لو هشام محمد مش مكتمل الاصابه اللي كانت عنده مش مكتمله ان هو يكون خف او شفائه، فبالتالي اعتقد ان كابتن حسام ممكن يبقى بديل فعلا زي ما قال امير، عبد الله يرجع وصالح جمعه يبقى موجود مكان عبد الله او رامي ربيع يبقى متواجد في هذه الجزئيه، وده شيء طبيعي. ايضا يعني خليني اقول لكم، يمكن خليني اقول لكم ماتش مش سهل زي ما قلت لكم، لكن انت محتاج هدف، هدف من اول دقيقه كده او اول ربع ساعه تخليك تطمن وتطمن جماهيرك وتبتدي الجزء الحماسه يزيد، ده اللي احنا محتاجينه في هذه المباراه. ولكن برضو لو اتاخر الهدف احنا لازم نبقى مع فريقنا لغايه اخر دقيقه، انت محتاج هدف واحد بس عشان توصل للدور النهائي بدون طبعا ما يخش فيك اي اهداف، ودي بقى الجزئيه اللي كابتن حسام البدري بيعمل التوازن فيها وهيشتغل عليها طبعا خلال الفتره القادمه وكلامه طبعا مع اللاعبين. ولكن طبعا كل التوفيق لفريقنا في حته التركيز وحته انه يبقى في افضل حالاته في هذا اليوم. دعواتكم ايضا من خلال وجودنا طبعا كلنا ورا الفريق من النهارده حتى يوم المباراه. بخصوص منتخبنا، يمكن منتخبنا الوطني يعني بعد وصولنا لكاس العالم اكيد لازم نحط كده رجل على رجل، وبعد طبعا فتره طويله ونشوف بقى ممكن نلعب مين ودي. فبالتالي ايضا فريق زي فرنسا والارجنتين واوروجواي بيطلب مواجهتنا، ده على حد كلام الاستاذ محمد كامل طبعا رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن شركه راعي لاتحاد الكوره، وده وضع طبيعي ان انت بعد ما توصل لكاس العالم وانت بطل افريقيا و و و وحاجات كتير، في فرق كتير اوروبيه تحب انها تلعب معاك، وده نجاح كبير جدا. وانا بشوف ان شركه برزنتيشن واتحاد الكوره وكل الشركات اللي ممكن تكون بتشتغل
في المجال التسويق الرياضي والشكل الرياضي، اعتقد انها هتبقى في ازهى عصورها في التوقيت ده، لان الكره المصريه في ازهى عصورها بعد الوصول لكاس العالم. كله سعيد، كله فرحان، كله بيشتغل بقى في الفتره القادمه ازاي كاس العالم، ازاي نروح، ازاي نطور الكوره في مصر، ازاي نطور جزء التسويق الرياضي، و و و حاجات كتير جدا. فاعتقد ان شركه برزنتيشن وصلت لمرحله جيده جدا، ان في عهدها وعهد مجلس اداره اتحاد الكره في التوقيت ده وصلت لكاس العالم. دي حاجه جيده وحاجه جميله تحتسب طبعا ليهم بشكل كبير. لكن طبعا هنقعد بقى نشوف هنلعب الارجنتين ولا فرنسا، دي كانت حاجه جميله قبل كده طبعا في ظل وجود منتخب قوي، منتخب كابتن حسن شحاته. لعبنا البرازيل وايطاليا في كاس العالم للقارات، وشفنا قد ايه احنا كنا مفيش فرق، مجرد ان احنا فعلا بنبقى مصدقين ان احنا متواجدين وعندنا لعيبه مميزه وعندنا لعيبه على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت ما بنخافش وما بنترهبش من اللعيبه دي، بنشوف احنا بنبقى عاملين ازاي. فبالتالي لا، احنا خلاص عندنا مجموعه من اللاعبين المحترفين. محمد صلاح مع ليفربول امبارح بيتالق بشكل كبير، بيحرز هدفين وبيعمل اسيست هدفين ايضا، ما شاء الله. عندنا لعيبه خلاص بالنسبه لهم اللعيبه بقى اسمهم زي اسامي اللعيبه الثانيه في اوروبا. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للاعبتنا في الفتره القادمه. عايز اقول لكم امبارح يعني النتائج البطوله دوري ابطال اوروبا اللي بنستمتع بيها باستمرار، مانشستر يونايتد طبعا كسب نابولي 2-1، ايضا فينورد اتغلب من شختار الاوكراني 2-1، ايضا ريال مدريد مع توتنهام تعادل ايجابي 1-1، موناكو مع بشكتاش التركي، وهزيمه في فرنسا من بشكتاش لموناكو في فرنسا، فبالتالي كانت مفاجاه. ايضا ماريبوم طبعا مع ليفربول وفوز 7-0 وتالق نجمنا محمد صلاح في هذه المباراه. ايضا ابويل مع بروسيا دورتموند، مفاجاه يعتبر لبروسيا دورتموند لان فريق ابويل مش بنفس قوه بروسيا دورتموند، وتعادل ايجابي 1-1. سبارتاك موسكو وفوز على اشبيليه، ودي مفاجاه كبيره جدا على فريق اشبيليه. فريق اشبيليه فريق قوي، فريق في الدوري الاسباني من الفرق المقدمه، بينهزم امبارح امام سبارتاك موسكو 5-1، اعتقد هزيمه ثقيله لفريق اشبيليه في هذه المباراه. ايضا لايبزيج مع بورتو، وكانت مباراه قويه ايضا، وفوز لايبزيج 3-2. طبعا النهارده في مباراه ايضا في دوري ابطال اوروبا، كارباكا الاذربيجاني مع اتلتيكو مدريد، وتشيلسي مع روما، ده مباراه هتبقى قويه ما بين الفرقتين. ايضا يوفنتوس مع سبورتنج لشبونه مباراه قويه، برشلونه مع اولمبياكوس اليوناني، وبايرن ميونخ مع سلتيك الاسكتلندي، وساسكا موسكو مع بازل، واندرلخت مع باريس سان جيرمان، وبنفيكا مع مانشستر يونايتد الانجليزي. طبعا مباريات قويه دوري ابطال اوروبا بنستمتع بيه، زي ما بقينا نستمتع ايضا بدوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي الممثل مصر الوحيد في هذه البطوله، ووصل للدور قبل النهائي. بنستمتع بهذه البطوله ايضا اللي بقت قويه جدا، والمقابل المادي بقى فيها قوي جدا، فبالتالي بنستمتع ايضا بيها. عايز اقول لكم مباريات الدور النصف النهائي حتى الان، ان شاء الله الاهلي هيلعب يوم الاحد، ولكن قبليها هيكون بتحدد بقى مين اللي وصل النهائي من خلال مباراه الوداد واتحاد الجزائر اللي هتكون قبليها يوم السبت. ان شاء الله هتكون المباراه يوم السبت 21 اكتوبر الساعه 9 بتوقيت القاهره، فبالتالي هنعرف مين الطرف الاول في نهائي افريقيا لدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يوم الاحد يتحدد الطرف الثاني، ويبقى النادي الاهلي هو الطرف الثاني طبعا، بعد دعواتنا ودعواتكم ومجهود اللاعبين ان شاء الله في احسن حالاتهم في هذه المباراه. خليني اروح لفاصل واستقبل طبعا واحد من نجوم مصر الكبار في عصر كان مهم جدا، كابتن مشير عثمان. هنتكلم طبعا عن النادي الاهلي، وهنتكلم طبعا على الاسبوع الخامس والسادس توقعاته، ايضا عن النادي الاهلي في مباراه النجم الساحلي.